السلام عليكم متابعينا الاعزاء، رجعنا لكم بفيديو جديد. هذا الفيديو راح نشرح فيه طريقة نشر الموقع على الفيسبوك. مثلا رحت الى فلان مدينة او رحت الى مكان معين وتريد تسجل دخول عن طريق هذا المكان ونشره على الفيسبوك. تابعوا وياي الشرح حتى تستفاد. ندخل الى تطبيق الفيسبوك، بعدها نضغط على بما تفكر. بعد ما ضغطنا هنا نلقي خيار دخول مثل ما جاي يشوفون دخول. هذا الخيار نضغط عليه. بعد ما ضغطنا على هذا الخيار نعطي السماح بالوصول الى الموقع الحالي او نقوم بكتابة الموقع هنا. على سبيل المثال نكتب مثلا الولايات المتحدة. حاليا ضفنا موقع الولايات المتحدة. بعد ما ننقر على التالي او النشر راح ننشر هذا البوست انه تم الدخول الى الولايات المتحدة من قبل. نضغط على نشر ونراويكم اللي راح يظهر. مثل ما جاي يشوفون ظهر الموقع انه رسول فتلاوي في الولايات المتحدة الامريكية، وظهر الموقع او تسجيل الدخول. أتمنى تستفادون من الفيديو ولا تنسونا من اللايك والاشتراك. مع تحياتي للجميع.